انا في وقت من الاوقات عيط لي عبد الرزاق الشابي في برنامج لما على الكيف. لما على الكيف في قناه التاسع. اي وقتها كانت من الحصص الاخرانيه اللي باش يصورها. وقتها يمكن جل الممثلين منكبين في المسلسلات ومنكبين في كذا يبدو انه حب يرقع بيا ولا حاجه. حسيت خاطر انا وقت اللي نحب نتعدى وعندي برودوي وعندي مسرحيه نحب نعملها الماركتينغ نتاعهم وانا نتصل ما يتعداش. يجيب لك 1000 تعلى خاطر انت وقت تحب تعلى باش تخدم روحك وعندك جديد وعندك كذا. فجاه تبدا انت بارك ما عندك ما تعمل ما عندكش جديد وعيط لك وعيت لك فيش في حسة اللي قاعد تشوف فيها اللي فيها فهمتني باش تجي تقعد مع مزاودي فهمتني مزاودي يبندر من التالي ويطبل ويهزك يديك الاخر ويهبطك باش تشتح وتعمل شطحة تقولش عليك في كافي شانطة في باب سويقة في رمضان براني على برا المغروم يجدد ما تضيف لي حد شيء. تبش تحضر مع مزاودي مفهمتش تعليق شوية يعني. انا نحب المزاودية وصديقي لطفي جرمان الله يرحمه بيره. وبرشا اغاني بتاع مزاودية من اروع ما فما خير حتى من وترية ما مش هذا موضوعي لانه عبد الرزاق الشابي يختص في المزاودية في من ديمونش حنا بعل وانت ماشي ديما مغروم بالمزاودية فهمتك طبالة وزكاري عمالهم كيف تحس كافي شانطة فهمت بصراحة ما معروف فهمتني اي به عيط لي قلت له خويا ما كنت عيط لي وقت اللي ما عنديش برودوي باش جايك عليه بالله يا عبد الرزاق قلت له خليها مديده اخرى واضح شد فيه صحيح انا نفس والله لا وراني مش كذا يا عبد الرزاق راني ما نجمش فما واحد وعندنا ممثلين في تونس يرفضوا التلفزه انا رفضت لانه ما تضيف لي حد شيء خاصه الحصه هذيك فهمتني به ما مشيتش الحق سكرت تليفوني نهار اللي باش كي كثر علي بالتليفونات وشوفره ولا وكذا سكرت تليفون ما راعني الا جابني ممثل عوضوا بيا وعمروا عليا باش يدخل فيا ويسبني في الحصه شكون الممثل؟ ويطلبني اللي هو لطفي بندق زميلك زميلك انت نعم اي زميلي عنده تجارب في التنشيط وايضا زميلك ممثل اي هو يعمل كل شيء هو ينشط كوميدي وايضا زميلك في الكاميرا خفيه ونجح لا ما نجحش نعم لا ما نجحش سي افوار نجح ولا ما نجحش ما تبروفوكينيش العباد تحكم